بعد الاستماع إلى كوكب الشرق أم كلثوم رق الحبيب، أغنية جميلة جدا من اختيار ضيفنا. نذكر ضيفنا اليوم هو السيد فوزي شوية، وهو فني رئيس وكذلك ناظر بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. أغنية مزيانة، تحب أم كلثوم يا أخويا؟ أحب أم كلثوم، أحب أغنيها. إنسانة معناتها غنية عن التعريف. وأنت تحب تهديها للمدام ولا تحب تهديها للصغار؟ شكون تحب والله نهديها للمدام قبل وبعد الصغار. وحبيت نقول آخر اللي زاد المدام تخدم أيضا في السلك شبه طبي، ممرضة رئيس أول في قسم التوليد. وأنت الحمد لله معناتها حلت على شرف المهنة، والمدام ما زلت. ايوا به نعود سي فوزي الى حصتنا. وقلت على مستوى عودك من القصرين الى ابن الجزار، اعطيني البدايات نتاعك شغلك في ابن الجزار وفي القبه. نحن نقولها طول القبه. ايوا وقت اللي جيت للقبه قعدت نمارس في المهنه نتاعي كفني سامي في العمليات الجراحيه، ومع تقدم الاعوام بحكم مش الانسان مش يشكر روحه، بحكم اني كنت معناتها كومبيتون في خدمتي، منظم اموري برجله، تسميت ناظر قسم العمليات وانا معناتها صغير. نورمالمون في العاده وما يتسمى واحد ناظر لما يكون عدى سنين وسنين في القسم هذاك، في السيرفيس هذاك. انا خذيتها وانا صغير، خذيت مسؤوليه كبيره زاده. علاش؟ خاطر التسمية نتاع الوزارية وقتها جاتني ناظر أقسام الجراحية، الأقسام الجراحية الكل ما فيهم قسم الجراحة نتاع الرجال والنساء والقسم العمليات والإنعاش في الوقت هذاك في القبة. الجراحة وقت هذاك شكون اللي كانوا الأطباء اللي ذكرهم بطبيعة الحال؟ خدمت معهم أنت؟ بالطبيعة خدمت مع سيمونجي كشيدة وقتها، كان هو رئيس قسم، وخدمت مع برشا أطباء وقتها في طور الاختصاص والتعلم وكل شيء، منهم سي ريزيدانا، منهم سي طيب العياشي، سي محمد سلطان، سي مجهود زعفر مجهود، علي مفتاح، برشا أسامي وقتها، فهمت؟ وبعد سي المنجي كشيدة دولة رؤساء الأقسام. جاء بعد سي أحمد الجمالي، ولو أنه من قبلي أنا كان موجود وبعد رجع للقروان. وبعد جاء سي بن يونس، أنسرت دكتور كان في الرابطة في الاختصاص نتاعو معناتها جراحة الأعصاب. وبعد جاء سي خير الدين بن صالح، آخر واحد معناتها اللي وقع معناتها تنقلت قسم العمليات الجراحية للمستشفى الأغالبة. يعني المجموعة هذه ما شاء الله من الأطباء، كيفاش كان العمل؟ كيفاش كان يعني كانت المعدات متوفره؟ انت بانك فني سامي خاصه فكنت في المعدات الطبيه، كيفاش كانت المعدات؟ كانت موجوده؟ كان التوفير نتاعها موجود؟ هو المعدات معناتها كانت موجوده. ايوا ومعناتها اوفير مزير، معناتها القيروان العدد تاع السكان نتاعها نزيد بصفه معناتها كبيره ياسر، وكنا نحن المستشفى الوحيد في الولايات نتاع الوسط والجنوب اللي كنا نستوعبوا المرضى حتى من ولايات اخرى. أيوة. كما سيدي بوزيد، كما القصرين، كما زغوان، كانوا يجيونا معناتها بالمعدات هذيك. قعدنا في عوضنا العدد نتاع المعدات يزيد مع العدد نتاع المرضى، قعدنا بريسك بنفس المعدات، لكن كنا موفين الحق المريض ونعمل العمليات بصفة معناتها مسترسلة، ما عندناش معناتها مشاكل في بالنسبة للمرضى، وكنا نخدموا معناتها في حدود الإمكانيات لكن نعطيه في نتيجة طيبة. أهم لي لومبيونس، الأجواء كانت طيبة. الأجواء كانت معناتها في علاقات، هو القسم العمليات بصفة عامة متسمي على الاسبري ديكيب. صحيح. معناتها يلزم تكون المجموعة متناسقة، معناتها سي لو بلون انتيليكتويال وسي لو بلون معناتها سوسيال، وكل كانت متناسقة. كانت البرنامج نتاع العمليات كان يبدا بواحد يوفى مثلا ب 20، كانت الأمور كانت تمشي مسترسلة وفي نظام معين، وكانت معناتها النتيجة بحول الله معناتها مقبولة.
على مستوى يعني الاطارات، يعني كي نقولوا المدير السبيطار ونقول المدير الجهه ولا الصحه، ان ذاك يعني كانت هناك معناتها متابعه، كانوا يجيوكم يسلوا عليكم، يسلوا على شي عندكم شي حاجه ناقصه، عندكم شي حاجه كذا، خاصه المدير المستشفى او المدير الجهوي للصحه. هو المديرين سواء مدير المستشفى ولا المدير الجهوي كانت عندهم عاده طيبه، ان شاء الله بحول الله تكون ديما موجوده، لخاطر انا لاحظت اللي في الاعوام الاخيره اكلي نقصت شويه. كان معناتها هما الاقسام شكون يمثلهم؟ يمثلهم النظار. كان المدير يعمل اجتماعات دوريه مع النظار، والنظار تبسط المشاكل نتاعها بمختلف الاقسام، شنو هي المشاكل نتاعها، وكانت معناتها من الاهم للمهم، كانت معناتها تتصلح. عندنا اقسام معناتها اللي هي نتاع المانتونونس، وعندنا اقسام نتاع الفارماسي، وعندنا اقسام نتاع نحاولوا نطرحوا المشاكل نتاعنا، والمشاكل هذيك تتحل وفير مزير بشويه بشويه. كان فما متابعه. وعلى مستوى الصيدلية معناتها كانت متوفرة الأدوية، كانت متوفرة الأدوية مش كيما توا. لا مش كيما توا، توا فما نقص كبير ياسر في المعدات، سواء المعدات الأولية ولا المعدات الكبيرة، وناقصة فيما يخص الأدوية، أدوية ناقصة، خاصة بالنسبة للأدوية المزمنة راهي مشكل كبير ياسر معناتها. هو الموضوع هذا المشكل كبير، ومش كان في المستشفيات، حتى على مستوى الصيدليات الخارج معناتها الخاصة اي تمشي ويقول لك ما عنديش مونكون، ما عنديش مونكون، معناتها الأدوية ناقصة برشا، وإن شاء الله على المشكلة، إن شاء الله المشكلة هذه يتحل في يوم إن شاء الله الأيام. بحول الله بحول إذن الله. قداش قعدت في مستشفى ابن الجزار قبل ما تحول لوحدة الأغالب؟ تقريبا انا كي جيت للقروان جيت من القصرين، حولت للقروان عام 83. ايوا قعدنا من 83 في مستشفى ابن الجزار حتى ل 97 نوفمبر 97. ايوا لو 7 نوفمبر 97 تحولنا للمستشفى الاغالبه. يعني ما كي وقت مازال كيحل. وقت مازال كيحل، اما انا والرئيس القسم وقت الله يرحمه سي خير الدين بن صالح مشينا من 15 اكتوبر انا وياه نحضروا في معناتها قاعة العمليات وبما خصها من معناتها من ماتريال وكل شيء والمعدات، وكنا زاده ساهرين باش وفرنا المعدات وعلى الاقسام تاع الجراحه، جراحه الرجال، جراحه النساء، وانعاش وفيما خص. كنت مشيت انا وياه من 15 اكتوبر حتى لنهار الافتتاح 7 نوفمبر، وقتها شرف على التدشين هو سي رشيد صفر، وقتها كان وزير الصحه العمومي. ايوا وقد مشيت طول معناتها القسم الجراح في القسم العمليات. قسم العمليات. قسم العمليات. وقت ذاك انا خذيت معناتها كانت اكثر معناتها توجهاتي في قسم العمليات، خاطر قبل في ابن الجزار كنت نشرف على الاقسام الاخرى في نفس الوقت. مع حكم اختصاصي كل شيء كيمشي للغالبه والخدمه تطورت شويه، كانت عندنا اربع قاعات عمليات ولات عندنا سبع قاعات والاختصاص نزيد. كانت عندنا قسم المجاري كانوا يجيونا سي محسن عياد والفريق نتاعو من شرنيكول، كنا نخصصوا له نهار ونخصصوا له قاعة عملية ونعملوا أقصى ما يمكن من عملية جراحة المجاري، حتى ما كانتش عندنا. صحيح هذا حبيت نقول لك، يعني الأطباء الأخصائيين في المجاري ما كانش موجود في ما كانش موجود، كانوا يجونا من الخارج كيما سي بن عياد. أي سي محسن عياد والفريق نتاعو كانوا يجونا من شرنيكول. نخصوا لهم معناتها نحن نحضروا لهم مرضى سبعه ثمانيه مرضى عندهم عمليات فيما يخص المجاري حسب المواعيد. حسب المواعيد ويجي اللي كان الفريق هذاك نخصوا له نهار السبت، انا نخصص له الفرق الشبه طبيه والمعدات وكل شيء، وهو جوست يجيب الطب نتاعو المختصين ونعملوا العمليات لك المرضى اللي احنا حضرناهم من قبل. فهمت معناتها ينسل جورني نهار السبت. ينسل جورني. بالنسبه للاقسام الاخرين في كيفاش كان العمل معاهم؟ كيفاش كان وانت كنت ناظر على قسم انا كنت معناتها المجموعه نتاع الاعوان اللي عندي فيما بما فيهم الفنيين الساميين في التبنيش والفنيين الساميين في المعدات الجراحيه والممرضين والاعوان العاملين معناتها في النظافه، كنت معناتها كل اختصاص نعطيه فريق نتاعو اللي يخدم معاه صباح وعشيه، وفي الليل فما فريق بركة يعمل العملية الجراحية الاستعجالية في مختلف الاختصاصات. وكانت معناتها الطب موزعين حسب الاختصاص، كل طبيب وكل ريزيدون وكل انترن عندهم جارد يعملوها، سواء يبداها من العشية ويكملها ليل كامل حتى الغدوة الصباح.
بطبيعة الحال سي فوزي كانت حتى على مستوى ابن الجزار كان يبعثوكم حتى لواحد الأغال العمليات الجراحية، ما عادش تقعد في ابن الجزار ولا مازال في ابن الجزار عمليات جراحية؟ لا لا، عمليات جراحية توسكي معناتها شيرجي جراحة في الأغال الأغلب. إلا قسم التوليد خاطرو معناتها إيزولي كما نقولوا نحن، عنده معدات وعنده قاعات عمليات وعنده اختصاصه، قعد عنده قاعة عمليات يعمل عمليات وغادي في ابن الجزار. والعمل نتاعك هذا زاد أيضا كان عندك عمل آخر، تقولي العمل اللي عندك أنت كان كنت من إطارات الشبه الطبية في الشبيبة الرياضية القيروانية. أي من ضمن الإطار الشبه الطبي في فريق كرة قدم للشبيبة الرياضية القيروانية. كيف وفقت بين العمل نتاعك والعمل في الشبيبة؟ والله أنا من الأول أنا نعمل فيه عمل تطوعي من الأول، خارج أوقات العمل بالطبيعة نحضر التمارين ونحضر معاهم في مثلا كي بداوا في أول العام باش يعملوا تحضير في منطقة من مناطق تونس ولا حاجة، كنت ناخذ كونجي نتاعي ونمشي مع الفريق سهر على التحضير، معناتها توسكي ماك تعرف الرياضي يلزم يكون عنده تغذية خاصة وتحضير بدني، ونظلي معناتها موجود معاهم فيما يخص إنسان يمرض ولا يطيح في التمارين، كنت نقوم بالعمل نتاعي على مستوى الاختصاص نتاعي. أنا مش نقول لك الأجواء نتاع الشبيبة قبل كيفاش كانت على النتائج وانت كنت تتبع فيهم بيعها. الأجواء والنتائج قبل كانت أجواء كبيرة ياسر، وكان عندنا فريق يعملوا عليه، كانت المسؤولين ساهرة برشا باش تكون النتائج معناتها موافقة، مع كامل احتراماتي أنه كي تخل الاحتراف بصفة عامة الأمور تبدلت برشا، ولات اللاعبين ولاو يخموا في الفلوس اكثر من اللي يخموا في المنطقه نتاعهم، اكثر ما يخمم على التريكو، ما عادش يلعب على التريكو، كانوا قبل يلعبوا على التريكو. وتقام جيل الهوات جيل تيجان القداح ومنصف واد حتى ايو خميس العبيدي وسي جباس وبرشا والريماني الفرق اللي اللاعبين اللي تداول على بعضهم قبل الاحتراف. والعروسي حارس مرمى برشا بس يشدي العروسي، وكان سي اسمه ذاك المكني اللي هو سير على الحراس، وبرشا فرق برشا لاعبين وبرشا مسؤولين كانوا. كانت الشبيبة كانت الفرق كي تجي للشبيبة من الكار تلقى وجوه مصفر خايفين من الشبيبة، كانت معناتها الكبارات ميتة. وشكون الرئيس وقت الفترة اللي انت شديت فيها شيء ما تعرفش؟ الرئيس وقتها سي محمد نقرا الله يرحمه. وبعد شد سي المحامي سي محمد المستيري. محمد المستيري. وقتها كان ذكر شكون هو اللي كان الكتاب العام وشكون هما الإطارات اللي كانت موجودة. كان سي رضا بدر وقت أمين مال أي واحد. كان سي اسمه في الولاية يخدم، كان هو كاتب عام. نسيت اللقب. بن حليمة، حبيب بن حليمة، بعد قبل حبيب بن حليمة. سي محمد الحطاب تقريبا. سي محمد الحطاب زاد خدمت معاه. خدمت مع سي محمد الحطاب. إذا كانت هذه فترة مع الشبيبة الرياضية القيروانية، ولكن ما حكيتليش زادة بما أنك تحدثت عن نحن نتحدث عن الرياضة، كنت أيضا لاعبا في كرة السلة. كنت من ضمن اللاعبين في كرة السلة في الشبيبة الرياضية القيروانية، وعديت مرحلة طيبة جدا في كرة السلة، ووقت اللي ما كانتش الميادين هذه سواليزون متطورة، كنا نلعبوا على التراب ونلعبوا على القدران. ايوه. وتسلخت قداش من مره وطاحت قداش من مره، اما عديت فتره ما فيها انتاج باهية، وكنت من ضمن انا الجينيور وكنت العب سينيور. كنت نشوط مليح الثلاثه نقاط اللي قبل ما كانوش ثلاثه نقاط، كان نقطتين كهو. وكنت سريع في الهجمه المعاكس. فهمت؟ والتوى حتى كي قعدت في المهنه نتاعي شاركت ياسر في صفاقس في نقريت وفي القاصرين وفي الشبيع وفي القروان، قعدت نلعب في رياضه وشغل. متذكر الله يرحمه وينعم المدرب سي عبد المجيد بدر هكا ولا؟ اي
سعد مجيد بدر كان مدرب في الشبيبة، كان مدربة في الشبيبة متاع كرة السلة، كرة السلة وسي منصف العياري زاد كيف ايه. كيف وبعد جانا سي الحبيب بن حسن من نابل، من نابل ايوه فهمت ايه. معناتها ممرنين كانوا عندهم يقولوا في رواحهم، وكانت انا قلت كانت انتاج نتاعنا باهية معناتها. وحتى في العائلة يظن عندكم فما وليد ملاعبي، عندي ولد ولد عمي أيوة. طارق شوية زاد شارك في الشبيبة وصغير وشيء ما خدموش الحظ، ما سعفوش الحظ اي ما سعفوش الحظ، وحب يمشي هو للمستير ما خلوهوش، لكن هنا ما تبعوش وما عطاوش إطار باهي باش يكمل يتطور في اللعبة به. نرجع اذا سي فوزي الجانب الصحي، اظن انك قلت لي قمت باعمال تطوعيه كبيره. صحيح صحيح اي الاعمال التطوعيه، وخاصه انك مخرجتوا خاصه في القافلات، مشيتوا الحفوز، مشيتوا برشا مشينا في قوافل صحيه، مشيتوا برشا قوافل، مشيت للشراردة ومشيت الحفوز وفي بعض المحن معناتها اللي صارت على تونس كما في ازمه الخبز، احداث الخبز ازمه أيوة. الخبز مشينا وقتها خدمنا، خدمت عادي في السبيطار هنا في ابن جزار في القبه، حتى الماضي ساعتي ماضي ساعتين يجي تليفون يقول راي القصريين فيها برشا جرحى وبرشا تدخلات مع العمليه الجراحيه، استنجدوا بينا، عملنا فريق فيه الاطباء والمبنجين والاطار الشبه طبي والطبي، ومشينا للقصري ودخلنا القصري وقعدنا نخدع، خذينا معناتها العمل على جماعة القصرين تعبوا وكل شيء، خذينا عليهم نحن العمل وقعدنا نخدموا المرة 3 نتاع الصباح. وبعد جاتنا فريق اخر من المستير باش كملوا معناتها غطاوا تعزيز، بس غطاوا معناتها الجرحى الموجودين اللي يستحقوا معناتها تدخل جراحي. قبل ما نواصلوا معك الحوار سي فوزي، شو رايك نعملوا مراوحة فنية؟ أظن تحب تونس، أغاني تونسية. ما فيها بس. وتحب قلت لي تحب سي صادق ثريا. صادق ثريا، إذا أغنية لصادق ثريا مش حضر هنا زميلنا أيمن ليجا.